النتيجه 2-1 للاهلي ان شاء الله. الحمد لله. احب اقول لهم ان احنا فخورين بيهم جدا وان شاء الله 11 للاهلي. من 24 ساعة بالظبط كنت قاعد في تونس على البحر بقضي اجازتي عادي. قررت انه ليه ما نطلعش المغرب نحضر ماتش الاهلي في نهائي افريقيا الى المغرب من اجل الاهلي، ويا رب يا رب يا رب يبقى وشي حلو ونكسب، عشان لو انا سبت تونس وطالع المغرب مخصوص وفي الاخر نخسر هتبقى يعني حاجة كارثية بالنسبة لي. فيا رب نتوفق والاهلي يكسب وال11 ان شاء الله في الطريق. اقل من 24 ساعه على الماتش وانا دلوقتي موجود في تونس، نتحرك على المغرب. القاكم في المغرب. بس قبل ما نطلع على المغرب كان عندي شويه عواقب او يمكن عواقب كتير. معيش بي سي ار، الفاكسين بتاعي مش كامل، ومعيش تذكره للماتش، مش حاجز فندق، وتذكره الطيران كانت غاليه شويتين ثلاثه. بس قررت كل ده لاجل النادي الاهلي. خليني اخدكم معايا في الرحله ويلا بينا نطلع على الراس البيضاء ونحضر النهائي. ماما بتبقى دعيالك. الحمد لله توفق مع البوردينج باس والى المغرب جاي لك يا اهلي. والاخر الدنيا يحلق نسر نادينا. اولي 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 اولي. كله تمام والى المغرب. وصلنا الجزائر، فاضل اقل من تقريبا 24 ساعه، فاضل 18 ساعه على الماتش. مش عارف دلوقتي هروح فين، بس كله فدا النادي الاهلي. خد الشنطه ونشوف هنعمل ايه. اول مره جه المغرب. الفندق اللي موجود فيه اللعيبه الساعه 1 تقريبا، المفروض هيتحركوا من هنا على الساعه 6 او 7. الجماهير هتبدا تتحرك من الساعه 4. ويلكم تو كازابلانكا فاينل. ان شاء الله البطوله رقم 11. من فلسطين جايين الاهلي حبيبنا. جماهير الوداد. انا بغيتهم يلعبوا في تونس. حيت ماشي معقول. ماشي عقل. لا ماشي عقل. خصهم يلعبوا في تونس. ما يلعبوش في المغرب. رجع من الولاد. انا من مصر. رجع من معنا الجاليه المصريه ورانا ومعنا هيمبا جاهز. جاهزين. الجاليه المصريه المفروض هنطلع دلوقتي نمشي من هنا للاستاد مشي على الرجلين. تقريبا ماشي نص ساعة، فقلقانين جدا لان الدنيا كلها مرشقة جماهير الوداد واحنا كلنا لابسين تيشيرت الاهلي ومحدش عايز يقلعها، فربنا يستر ونوصل للاستاد ثلاثي. بعد نص ساعة ماشي من الاستاد الحمد لله الدنيا امان، بس وصلنا عند الاستاد جماهير الوداد كتير جدا ويعني بدأ القلق وفي امن مركزي، فربنا يستر وتعدي. جماهير الاهلي بتزيد، بس المشكله ان خايفين ما يبقاش ليه مكان جوه. سبعت الدخول. ايوه التيشيرت ده ضد الاكتئاب والله.
خش. عمر ما دخلوش عشان وصلنا للاستاد اخيرا. دخلنا في مشاكل في الدخول بس دخلنا. الناس قاعده هنا من بدري موجودين في الاستاد. الاستاد بدا يملى على الاخر. احمد ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الاخبار يا رب كانت الاجواء صعبة بس اول ما دخلنا الاستاد كله نسي كل حاجة. دلوقتي وقت التشجيع. فاضل ساعتين على الماتش. اجواء الناس كلها على اعصابها محدش عارف الماتش هيخلص قد ايه. فربنا يستر. فاضل ساعتين على الماتش. في الاستاد الجماهير بتزيد. جماهير الاهلي مش قليله موجودين في كل مكان. و يا رب يا رب نكسب ماتش اعصاب على الاخر. جماهير الوداد رغم ان هو المفروض ماتش فاينل يبقى عرض محايده يبقى نص ونص بس واخدين الاستاد كله. اتوقع النتيجه 2-1 للاهلي ان شاء الله. الحمد لله. احب اقول لهم ان احنا فخورين بيهم جدا وان شاء الله ال11 اهلي 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 الوداد تحدث علينا واللعيبه بدات تنزل ملعب. في لعيبه بدات تنزل ملعب فالدنيا هتبدا تسخن. ماتش فاضل ساعه تقريبا. يا ربنا تتملى. طبعا الاهلي هنا مليء. الجماهير بتشجع لعيب لعيب باسمه عشان نوع من انواع الحماس ان اللعيبه كلها تحس ان الجماهير كلها مهتمة بيها. حتى الاحتياط حتى اللي مش موجود في التشكيله الجماهير بتشجعهم وبتندهم باساميهم. هي دي جماهير الاهلي كلهم واحد. ايمن يا اشرف. ايمن يا اشرف. ايمن يا اشرف. التشكيله نزلت دلوقتي. فاضل تقريبا نص ساعه الماتش. الناس كلها متوتره. بس فاضل 10 دقايق على الماتش. هانت جاهز؟ ربنا يستر. ربنا يستر عشان اقسم بالله الان اصعب حاجه انك تنسى المشوار ده كله وتسافر. معاك يا قدر الله نكسب ان شاء الله. ان شاء الله 11 ان شاء الله. ان شاء الله نكسب 11 11 ان شاء الله. غير الاهلي متوحشه للاستاد بقالهم كتير. ان شاء الله البطوله رقم 11 ننزل نشجع ونجيلكم كمان شويه عشان الواحد وحش التشجيع. حتى بره مصر جماهير الاهلي شجع جايبين البرر معاهم من مصر للمغرب. البرر فوقينا اهو. خلص الشوط الاول. الاهلي خسران 1-0. الوداد حرفيا ما لعبش بس جاب جول. كسبانين ان شاء الله. الشوط الثاني احسن ان شاء الله. الشوط الثاني هيعوضه وان شاء الله هياخدوا الكاس بامر الله سبحانه وتعالى. واحنا طبعا كلنا جايين من مصر عشان نشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي مش نادي عادي. النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق. كل التوفيق يا رب العالمين. ويا رب يا رب يا رب يربحوا عشان كل الشعب المصري يفرح النهارده. وسواء بقى في النهايه الاهلي ربح او فريق الوداد ربح فطبعا احنا ما نبخلش. ان شاء الله مش هنرجع زعلانين النهارده لان الاهلي يعني الوداد ما لعبش. جاب كوره جاب جون. الاهلي لعب احسن. فان شاء الله ان شاء الله الشوط الجاي هنكسب. الاهلي معودنا دايما ان احنا نكسب حتى لو في اخر دقيقه. فعملنا كبير ان شاء الله. انا هيبدا ادعوا لنا يا رب ان شاء الله هنكسب.
مفيش يعني نفسي نشوف كرة في افريقيا تكون حلوة. مفيش كور في الملعب، الكور محدش معاه كور، اللعيبة بترمي لبعض الكور عشان مفيش كور، الدكة بتاعتنا هي اللي شغالة بتلم الكور. هيرفع كام؟ 4 دقايق. بعد كل ده تقريبا 10 دقايق رفع 4 دقايق. أقل حاجة، أقل حاجة والله. كل كرة تخرج بتتلس الماتش، خسر الأهلي. أظن مش محتاج أتكلم، كلكم شفتوا الناس بتلعب ازاي، الحكم كان عامل ازاي، الاهلي لعب، الجماهير شجعت لحد اخر دقيقه، الجماهير اللي ورايا بتاعت الاهلي لسه بتشجع، جماهير الاهلي مفيش زيها فعلا. يعني تجربه انك تحضر الماتش من جوه الاستاد مع جماهير الاهلي بره مصر بتوريك قد ايه ان هم مهما يكون فريقهم فين، خسران كسبان هيفضلوا وراه. شكرا للاهلي، هارد لك، مبروك لنادي الوداد كسب، بس الاهلي هيفضل بطل افريقيا ورقم واحد في الاخر، كلنا عرب وكلنا اخوات، واللي يكسب نقول له مبروك. يلا الحمد لله، السنه الجايه ورا الاهلي، كل سنه ورا الاهلي، لان الاهلي معودنا انه دايما هيكون موجود في النهائي ودايما بياخد البطوله، فعادي نجهز نفسنا للبطوله الجايه.